وضمن صباحاتنا وضمن فقرتنا الأخيرة رح نروح للمساحة الطبية النفسية. قديه بنشوف ناس بحياتنا اليومية بنقول فلان عدواني، عنده نفس عدائي، ممكن نشوفه عم يتعدى على الآخرين، عم يزعج الآخرين، وهو شخص كتير مخفي. أكيد رشا، وهذا عم نشوفه بمجتمعاتنا اليوم، فيه تعدي على الآخر، فينا نقول هي بخصال، بعض الخصال عنده الشخص. تنمر نوع من التعدي على الآخر، الهجوم بالكلام، بالتواصل بطريقة أساساً بتحسي فيه هيك خرق للخصوصية أو الدائرة تبعك. في نوع من الحشري ممكن يكون المفرطة بالقصة، يعني كونه حكينا بالخصوصية. هلا الكل حشري صحيح بالمطلق، يعني حشري بس يعني بحدود بحدود. طيب اليوم حنعرفكم عن مصطلح يمكن كثير مننا عم تسمعوا للمرة الأولى أو سمعانينه. سامعتي يا نور؟ السايكوباتية. هذا المصطلح هو مرض، خلينا نقول من الأمراض النفسية اللي ممكن تحول الشخص العادي لشخص عدواني، يعيش بيناتنا، ناكل ونشرب وهو حدا يعني مثل ما قلنا مخفي جدا وقادر يتحكم فينا وقادر انه يأذينا، ولكن من دون ما يكون هو الانسان الظاهر بحياتنا. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع حيكون ضيفتنا لليوم الاستاذه عزه الكردي، استشاريه نفسيه واسريه. صباحك. يا صباح النور والورد. مساء الايجابيه. خلينا نعرف شوي للناس ونبسطها اكثر، الشخصيه السايكوباتيه شو هي؟ هلا الشخصيه السايكوباتيه هي اضطراب موجود بشخصيه الانسان السايكوباتي يلي يتسم بالعدائيه، بنقول عنه انه هو معادي للمجتمع، فدائما عنده سلوك عدائي، ما بيتقبل انه فكره انه حدا مثلا يقول له انك انت عدائي، ولكن اللي بيميز عدائيه وعنفوان وعنف شديد عند هي يعني من اساس هي الاضطراب. نعم هي التعريف العام للمصطلح. اذا هيك حبينا ندخل بخصوصيه هذا الشخص، نميز صفاته، كونه نحن كنا عم نحكي تحت الهواء انه هو حدا كثير ذكي او مو كثير حيكون ظاهر بحياتنا. اكيد اكيد في صفات له ممكن نقدر نميزه من خلالها. اكيد هلا صفات الانسان السايكوباتي يعني حقيقه كثير هي صفات مهمه، وهو عايش بالمجتمع. خلينا نحن ما بدنا يعني نكبر التهويل عن هالشخصية للسادة المشاهدين بس، ولكن الحقيقة وجب انه نحن بظل انه هالظروف اللي عم نسمع فيها دائما بالتعنيف والمشاكل انه ينتبهوا الناس لممكن لهي النمط من الشخصية بحياتهم اليومية ويعرفوا يتعاملوا معها. من اهم صفات الشخصية السايكوباتية هو انسان مخادع، هو انسان عنده عنف، يعني هو عنيف. فينا امثله؟ ايه ممكن يكون يعني ممكن يؤذي الاخرين ويتلذذ، ممكن يرتكب جرائم. هو تمام هو ممكن يرتكب جرائم وعادي عنده الموضوع، يتلذذ بتعذيب الاخرين، يعني هذا الشيء بالنسبه له عادي، حتى ما بيقام بضميره على هذا الموضوع. عنده كذب، عنده خداع. خلينا نقول كمان هو من الأشخاص اللي ما بيكون عندهم مسؤولية بالحياة، يعني مندفع بالقرارات، ولكن بعد فترة مثلا ما بيقول أنه أنا لا صار عندي اندفاع بهذا الموضوع، لا لا ما بشعر بالندم، عنده كل الأمور عادي. دائما الشخص السايكوباتي يظهر أمام المجتمع وأمام الأشخاص المقربين وغير المقربين يلبس لباس البراءة والمثالية والحنية، خلينا نقول، وفي منهم ايضا ممكن يكون ما بيظهر يعني بشكل دائم العدواني، هي بتظهر بحاله معينه، في بتظهر بحاله معينه لانه هو قادر على انه يخفي سمات هاي الشخصيه، لانه هو كمان عنده نفاق، فهو قادر يظهر لك قدامك بلباس التقوى والادب والاخلاق، لكن هو بداخله انسان مختلف تماما عن اللي انت بتشوفيه امامه. اضف الى ذلك انه هو انسان يعني ما بيهتم برأي الآخرين أكيد، وعنده أنانية دائما أنه هو بده يحاول يوصل لأشياء ومقاربه الشخصية حتى لو هذا الشيء يعني وصل لإيذاء الآخرين، يعني حتى مع الأشخاص اللي بيحبون أو ما بيحب، حتى لو مع الأشخاص اللي بيحبون. طيب خلينا نحكي، قلنا بالبداية هو اضطراب نفسي اجتماعي، خلل هيدا الاضطراب النفسي الاجتماعي عنده الشخصية السايكوباتية شو هو سببه؟ إذا نرجع على أسباب الاضطراب الشخصية، هو سببه من الطفولة العنف تعرض له، ولا لا في مشاكل أخرى، أو من الحياة أساسا؟ أكيد هلأ في عنا عدة أسباب، يعني دائما الدراسات في أبحاث مستمرة بهذا الموضوع، ولكن من أهم الدراسات ونتائج الدراسات اللي نحن دائما بنتابعها
انه بتكون في عندنا اسباب وراثيه عاليه يعني وراثيه وراثيه نعم. لما بيكون في عندك حدا بالعائله من الاب او الام عنده هاي الصفات بشخصيته ممكن يكون الطفل عندهم يعني يكتشفوا وجود سمات هاي الشخصيه بصغره. الاشياء الاخرى ممكن يكون التربيه القاسيه اللي تعرض لها ببيئته. ممكن تكون هي التربيه هي اللي تهيئ العامل الوراثي بالضبط يعني نحن بنشتغل العامل الوراثي وبتجي الاسباب الاخرى اللي ايوه اللي بتظهر لك هاي الاشياء اللي بتكون مخزنه ودفينه يعني هي فبتظهرها. ممكن يكون كمان الـ يعني احد من الطرفين مثل الاب او الام كمان انه هن في اساءه معامله لبعضهم فهون كمان هذا الشيء بيورث للابن بمرحله معينه من عمره بيورث له هذا الشيء او خلينا نقول من الاسباب الاخرى كمان ممكن صدمات تعرض له صدمات عنيفه جدا خلال فتره الطفوله فولدت عنده ساعدت لظهور هيئه الاضطراب لفتره معينه. دائما نحن بنقول البيت الام والاب والطفوله هنن التعويل الاول لاي شاب او صبيه بالمستقبل. نعم. كيف حتكون شخصيته بنرجع للماضي اي مشكله صحيح. بتصير بنرجع للماضي أكيد. اليوم عم نحكي عن انسان يعني له صفاته وله عصبيته عدوانيته طبيا وقت اللي بيكون عندك هي الحاله بتعتمدي على هدول الصفات اللي ممكن يخبروك عنها الاهل او ممكن يخضع لفحوصات ثانيه لتدريبات ثانيه. حقيقة الشخصية السايكوباتية هي من أهم الاضطرابات اللي ممكن اكتشافها بفترة الطفولة. بتختلف عن بقية الاضطرابات الأخرى بالشخصية ولكن اضطرابات الشخصية السايكوباتية ممكن أنك أنت تشوفيها من خلال طفل تحت عمر 13 سنة ولكن يعني بتعتمديها أنه هي موجودة شخصيته في عمر 18. بقية الاضطرابات ممكن تكون لبعد ال 21 سنة 21 سنة وانت طالعة فهون ممكن توصل لهي الاضطرابات تشوفيها بشخصية لكن الشخصية السايكوباتية 18 سنة بتعتمدي انه هذا الانسان سايكوباتي. طب شو هي الاشياء اللي ممكن تشوفها عند الطفل ممكن تشوفي يعني احنا. مثال خلينا نقول مثلا ممكن تشوفي عند الطفل عدائية لما بتشوفي انت طفل عم يأذي اخواته مثلا بعدائية وهو سعيد عم يأذي حيوانات بشكل تعنيفي غير طبيعي يعني بتحسي انه هذا الامر هذا هون انه لا انه في شيء غير طبيعي بسلوك هالطفل خلينا انه نحن نبحث شوف في وراه لحتى نقدر نوعا ما نقوم. يعني الاطفال نحن بعمر ما بنحس انه عندهم عدوانيه عدائيه انانيه بحب العابهم ولكن اليوم نحن لازم ننتبه على هي النقطه اكيد لانه في فرق كثير بين العدائيه والانانيه. الانانيه حب تملك ممكن انا احب انه يكون انا عندي هاي الاشياء مثلا ما ياخذها حدا من اخواتي بس ممكن يكون عدواني من غيرته من اخواته يعني ما بشوف احيانا الطفلين بنفس البيت بصير في غير غيري بصير في غيري اكيد ولكن وصل. ما بتكون ناتجه عن تصرف انه عدائي جدا لدرجه انه انا اذي يتلذذ بالالم لما اذا ما وصفه طبيا يعني يكون تماماً. سعيد لما يسبب الالم للاخر أكيد. هي اذا بدنا نوصفه بشكل اوضح بس اذا بدنا نحكي الخطوره لهي الشخصيه السايكوباتيه لوين ممكن توصل يعني انا فعليا ممكن يكون عم ربي مجرم صغير ببيت يعني فينا نقول لانه هي طريقه عم نحكي انه ممكن يوصل لمرحله هو يكون مو فقط نحن عم نحكي عن تصرفات بعمر نعم. كبير خلص عندك في مرحله ادراك ووعي فبيروح فكره لابعد من اذى الاخرين. فكره انه لما بيكون الشخص السايكوباتي بالعمر حتى لو كان كبير هو ما في عنده ادراك ما في عنده الوعي والنضج هو عنده ادراك للاذى تماما هو عنده ادراك انه انا عم باذي هذا الانسان تماما هي هو يتلذذ بهي الاشياء هو عنده حب لهي الاشياء ولكن بالمقابل بالنسبه لسؤالك الطفل هو اكيد انه نحن بننتبه بده يصير في انتباه على سلوك الاطفال تمام حتى بس انه ما يعني نقدر انه نحن نقوم هذا السلوك وبنفس الوقت الأذى اللي موجود هو بيكون أذى غير طبيعي يعني شخصية سايكوباتية بالنسبة للأم لما بدها تراقب أولادها أو بتشوف شيء غير طبيعي يعني هو شيء غير طبيعي حتى بيخليها يعني الأهل دائما فترة النضوج والأهل والثقافة عند الأهل والانتباه لهي المواضيع بتخلينا ننتبه أكثر إنه في عنا طفل سايكوباتي بالبيت نحن لازم نعالجه
يمكن التعنيف بهذا الوضع حيزيد الوضع السوء، يعني إذا الأهل راحوا لموضوع العقاب والتعنيف دون خضوع لحدا نفسي. يعني خلينا نروح للجانب العاطفي بحياة هذا الشخص، يعني هل هو ممكن يكون ناجح بالحب؟ هل قادر يشكل عائلة، زوجة، أولاد ويعطيهم شيء أو لا؟ هو فاقد شيء لا يعطيه بالنهاية. يعني أكيد هو الشخص السيكوباتي هو ممكن أنه يكون عنده حب، ولكن هو بيحب نفسه أولا وأخيرا. يعني دائما الأشخاص اللي يتسموا بهذه الشخصية لا ينجحوا في العلاقات العاطفية وحتى في الزواج، سواء كانت رجل أو امرأة. وبتضيف ملاحظة أنه كمان حسب الدراسات نسبة الذكور بالمجتمع سايكوباتيين أكثر من الإناث، ولكن موجود إناث سايكوباتيين، فبالتالي الصفات مشتركة بيناتهم. بالنسبة للعاطفة والحب هن قادرين أنهم يشكلوا علاقة، ولكن دائما تنتهي بالفشل. أغلب الدراسات أثبتت هذا الموضوع، لأنه من أساس العلاقات ما هو موجود أساس الشراكة الزوجية، خلينا نقول، أو العلاقة العاطفية هو متواجد تماما، لأنه بصير في تلاعب وخداع. صحيح. ومن أهم الأشياء اللي ممكن يتعرض لها الشخص السيكوباتي مع الشخص الآخر، أو يعني بشوفها ملاحظة، انه هو بيتلاعب بعواطفه دائما، وذكي بيتلاعب بمشاعر الاخرين، بيخلي يتعلق فيه. يعني مثلا ممكن الشخصيه الانثى تخلي يعني عدد هائل من الذكور والشباب يتعلقوا فيها، ولكن بعد فتره ممكن تخليهم يتعلقوا فيها باخر لحظه من دون سبب ومن دون سابق انذار، تنهي هاي العلاقه لتشوف الشخص الاخر عم يتعذب. يعني هذا هيك مثال. تخيلي الشخصين الزوجين يكونوا نفس الشخصيه نفس المرض، ولكن ما حدا بيعرف الوضع الثاني، كيف حتكون حياتهم؟ اكيد لا، هلا هي ما رح تزبط الشخص السايكوباتي، لانه هو رح يكون يتعامل مع شخص اخر، يعني غالبا ما بتزبط هيك القصص بالمجتمع، يعني غالبا ما رح يكونوا اثنين مثل بعض، لانه الشخص الثاني اللي بيتعرف على الشخص السايكوباتي هو بمعنى حيكون ضحيه لإله، لانه هو يعني بيكون عنده حساسه اساسا بالم، يعني بالضحايا وبشعورهم بالالم. بس اذا بنروح للعلاج، لما نقول عمليه العلاج، عمليه تقويم السلوك، اذا انا قدرت فعليا لاحظ هي الأسباب بعمر مبكرة، لأنه لما نقول تقويم سلوك تحت سن 18 يختلف عن تقويم السلوك أكيد. والمعالجة أكيد. النفسية فوق سن 18 كيف بتكون؟ بالنسبة للعلاج، هلا العلاج دائما اللي يثبت واللي بيتخذ يعني دائما بهيك أشياء، ولما بتشخص الحالة طبعا بعد تقييم لهي الحالة من الناحية الطبية، دائما ممكن لما هاي الشخصية بتوصل لمراحل عالية من الاكتئاب، لأنه هو بيعاني من الاكتئاب في بعض الأحيان، اكتئاب، قلق، ممكن يصير عنده أمراض نفسية نتيجة هذا الاضطراب، هون ممكن يلجأ لأدوية لتخفف من حدة الاكتئاب. ولكن الأدوية هي مو عم بتعالج الشخصية، هي بتعالج الآثار الناتجة عن هذا الاضطراب، تمام؟ فبالتالي هون بدي يكون في من أهم الأشياء اللي ممكن أنت تساعديها بتخفيف من حدة هذا الاضطراب، إعادة التأهيل لهذا الإنسان، ولكن برفق يعني باستشارة. أهم شيء نحن نتوجه لاستشاري متخصص بهذا الموضوع. بس صعب يمكن بالبيت، هو يفضل لا يروح أكيد هلا، حتى لو كان طفل، تمام، هلا إذا كان طفل أكيد لازم أنه الأهل يعرضوا الموضوع على إنسان متخصص ليقدر يساعد بترتيب معين وخطة معينة بين الأهل مشتركة، بيقدروا يسيطروا على الموضوع لحتى ما يكون في عنا تفاقم بالحالة. نوعا ما بتخف بتأهيل الذات، ببرامج تأهيل الذات بتخف. والمطلوبة من الأهل كمان فيكم في حزم شوي بالموضوع، يعني مو دائما نحنا بدنا نكون عنا عطف، لأنه ممكن يوصل بعض الأطفال بعمر المراهقة الأشخاص السايكوباتيين مثل ما قلت لك للأذى، لإذا أصدقائهم أذى كبير، فهون وجب أنه دائما يتخذ الأهل إجراء حازم ليوقف أذية الآخرين. اليوم في عمر معين؟ ما في جنس ما له علاقة أنه ممكن يكون الذكور أكثر من الإناث أو لا؟ هي الاضطرابات لا الاضطرابات هذا اضطراب شخصية موجود عند الذكور والإناث، ولكن دراسات الذكور تفوق الإناث بنسبة قليلة عالميا. هاي نسبة، نحن اليوم عم نحكي عن نسبة طبية وعالمية. بنتشكر حضورك لليوم الأستاذة عزة الكردي، استشارية نفسية وأسرية، ولكل المعلومات، وإن شاء الله يبعدنا عنهم هدول الأشخاص، إن شاء الله يا رب ويشفي كل المرضى. شكرا لأستضافتكم الكريمة، سعد صباحكم. شكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك.